في إطار تلاعبها بالقضاء واستخدامه كمقصلة لابتزاز النساء، أعلنت محكمة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في 12 فبراير 2023 تأييد الحكم الابتدائي السابق ضد الفنانة انتصار الحمادي وزميلاتها، وهما قوبل بإدانات حقوقية واسعة محليا ودوليا. وفي سياق الإدانات الحقوقية، اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات الحكم قمعا ممنهجا ضد النساء في اليمن، وتمييزا يستند إلى مرجعية غير منطقية ويظهر عمدية غير مبررة من قبل جماعة الحوثي عبر استخدام القضاء الذي تسيطر عليه ورؤيتها للمرأة ووظيفتها في المجتمع. وخلال السنوات الأخيرة تزايد نشاط ميليشيا الحوثي في اختطاف النساء اليمنيات من منازلهن ومن الأسواق والجامعات والشوارع، واستحدثت سجونا سرية لإخفائهن وتعذيبهن وابتزازهن في نهج دخيل على المجتمع اليمني بحسب تقرير لموقع الثورة نت الرسمي. وكشفت الرابطة الإنسانية لحقوق الإنسان عن اختطاف الميليشيا الحوثية ل1700 امرأة يمنية أغلبهن في صنعاء، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على الميليشيا الحوثية لإطلاقهن وكافة النساء المختطفات والمخفيات قسرا ووقف الانتهاكات بحقهن. فيما أكد فريق الخبراء المعني باليمن في تقريره احتجاز الحوثيين لكثير من الفتيات والناشطات، منهن 130 امرأة وفتاة تم احتجازهن لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمي، وبينهن فتيات في سن 17، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل الميليشيا الحوثية. وفي السياق ذاته قالت رابطة أمهات المختطفين إنها وصلت إلى 146 امرأة بداخل السجن المركزي وحده خلال عام 2020، موضحة أن ميليشيا الحوثي توزع النساء بداخله في قسمين، الأول تسميه الحرب الناعمة، وعدد المخفيات داخله مطلع 2019 أكثر من 150 امرأة. وليست انتصار الحمادي وحدها من تتعرض للتعذيب والابتزاز والأحكام الجائرة، وإنما هناك العديد من النساء اليمنيات اللائي طالهن هذا الإرهاب، بما فيها استغلال مقصلة القضاء، ومن بينهن الشابة أسماء العميسي التي باتت تواجه تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقها من قبل الميليشيا الحوثية. وفي منتصف فبراير 2018 أدانت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها أحكام الإعدام الحوثية بحق أسماء العميسي واثنين آخرين، معتبرة أن صدور الحكم جاء بعد أشهر من التعذيب والإخفاء القسري، متهمة الحوثيين باللجوء إلى أحكام الإعدام لتصفية حسابات سياسية.